جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني او في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا ليلة نحن جينا 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 ليلة نحن جينا 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 ليلة نحن جينا 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 ليلة نحن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الشمس الحارة قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء قدم لكم الليلة موضوع نفتكر انه مهم جدا جدا بهم المواطنين وهم حياتهم ونشوف الموضوع شنو واي زول داري يشارك معنا حبابه ممكن يشارك معنا اثناء العمل او بعد ما العمل ينتهي يقول لنا وجهة نظره في الموضوع اللي احنا حنطرحه عشان نستفيد مع بعض كلنا والمسؤولين اسمعونا. كتر خيركم بارك الله فيكم نشوف. الله خلاص انا تعبت شديد خلي بالك ما بتسمع الكلام يا محمد. الله هسه لو بتسمع الكلام كان مشيت للدكتور. هسه دي حالتك شوف كري عينك عليك النبي شوف كري عينك الله يفرم المورمات شوف مورمات كيف هاي. ما تروح للدكتور الله الدكتور ده انا ما صراحه كده ما واقع لي ما واقع لك كيف يعني والله ما دكتور ما دكتور محمد احمد ده دكتور شاطر ما شاء الله نمشي ليه بشوف. انت ما تجيب لي دواء بلدي ساكت حرام عليك يا اخي راجل مثقف زيك هاي. يقول داير دواء بلدي دواء بلدي سووه شنو لا 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 من ناحيه مثقف أه. انا مثقف ما عندي مشكله أه. انجليزي فرنسي عربي لغات ثقافه اي حاجه لكن الدكاتره اللي عندنا دول والله بصراحه كده انا بثق فيهم والله دكتور محمد قول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله دكتور شاطر بس انت رح معي نمشي ليه والله دكتور شاطر يا والله العظيم دكتور شاطر بعدين كل عينك ده يمكن عندك قلب هسه تموت باب قلب شنو يا حضره قرطيني قلب شنو اروح نشوف في البدايه بدري بدري يلحقوها كان عندك قلب كان عندك زبحة كان عندك ضغط بس ببتجي واقع سليك من بدري بدري نمشي نعالج الكرعين ده شوف حاصل نمشي شوف هنا أها أنا خلاص بلقط القريشات ونمشي برا السودان ده تمشي الأردن؟ آه لا أردن شنو يا أخبر أه. الله على فالك الأردن ده إذا مشى بيجي طوالي كمالك يا مصر مشي مصر الأردن ذاته عندك فيها راي؟ لا لا مشي مصر اها ولحد ما لقيت القريشات دي هاي. تقعد اسبوع هاي. اسبوعين هاي. ثلاثه هاي. شهر هاي. كل عينك ديل ما ورمات قدر ده زي سيد داء الفيل بعد شويه بيبقوا زين عندك داء الفيل كل عينك سومان كده لا 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 انا والله بصراحه كده كان مرقت كان الدكتور طلع شاطر بتاع التشخيص اللي بيفحص يطلع ما شاطر وكان الدكتور طلع شاطر وبتاع الفحص طلع شاطر الجهاز يكون ما تمام اختي انا ابقى يا 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 دكتور يا الفحيص يا جهاز ابقى انا الثلاثه قال ما بضمني ما بضمني الدكاتره في السودان قال كلهم هاي. ما شاطرين ولا كذا كلها بايظه اي ما معروف ما كان لقيت الطبيب شاطر ما بطلع من الجهاز كان لقيت جهاز تمام ما بطلع من الفحيص وكان كلهم بيجوا كويسات ما بطلع من الصيدلي ده عدم صيغه سايم انك خدت اليقين في قلبك وراح قال الدكتور نشوف كل عينك ده الحاصل يمشي والله البلد دي انا والله صراحه كده هسه كان مجيب بيطلعوا لي حاجات كثيره ويكون ما فيني ولا يقول لي ما عندك اي حاجه انت تمام التمام وانا يكون عندي حاجات وهم ما قدروا يكتشفوها ده انت احسن بس اسافر مصر بس انت لحد ما تقعد لما تسافر مصر بتجيبوك خلاص ملجن وانتهي احسن لك من هسه بدري بدري امشي الحق كان عندك قاوت كان عندك قلب كان جاوت. عندك اي شيء قاوت بيجي للناس اللي بياكلوا اللحم أه. لحم وين احنا عندنا لحم بناكله ما اكلت زمان كله خليها هسه زمان ما اكلته زمان ما حق زمان ده ما كان أه. كان جاب قاوت كان جابوا لنا لكن الساعه بعد كبرنا كانت انا ما بجينا خلاص لا تمشي الدكتور ها تمشي الدكتور لازم تداوي نفسك والحق نفسك بدري خلاص انت ما كدش في لي كده
قرض عليه حرجل عليه عسل حاجات كده تلبخين في جسمك؟ ايوه كده نايم البخن ولا الواحد يشربين ولا اي حاجه ما بينفع الدواء البلدي ده لا من لك كم يوم 7 يوم انت تشيل تمسح لا خليت قرض لا خليت ملح لا خليت غيره الا تشيل وتمسح ها والرجلين ماشات ورمانات ورمانات وشوف اصابعينك ديل ورمانات والله والله شوفي انا غايته وشك ذاته تنفخ بصراحه كده كان الدكتور طلع تمام والجهاز طلع تمام الصيدلي يمكن يطلع ما تمام يديني دواء كده يغطس حجري وانت ما تخط اليقين في قلبك وتتقى لا لا والله يا استاذ انت ما في حاجه مضمونه ما في حاجه مضمونه كيف يعني؟ ما في حاجه مضمونه اقول بسم الله الرحمن الرحيم نمشي نشوف الحاصل شنو؟ صراحه كده هنا بيجيبوني يبيعوا في الزخانه ديل بياخذوا لهم كرسي كده 3 شهور قالوا بيجيبونه زي قالين صيدله لكن هو ما قاري بس بياع سايب ما بياع قاري انا ها زي ديل دي دواء يمكن اغطي الحجري لكن بتلقى الدكتور يمكن دواء غلط يمكن يقراه غلط يمكن ما يقراه صح انا اروح فيه شربت ما لا لا بتلقى الدكتور صح يقول بسم الله الرحمن هيا بسم الله الرحمن الرحيم نمشي نلقى لنا دكتور كويس نثق فيه نمشي نشوف الحاصل عندك شنو اها عشان المرض ده ما يستفحل بقول لك كلام اها انت بس خلاص هاي هذه شفت الكرتونه دي بس جيب لي الدواء ده بس امشي بس الدواء ده اللي زخانه يقول لي ادينا الدواء ده ومن غير ما تشخص لا لا ما ده ما بيحتاج ما بيحتاج كيف ما بيحتاج ما انا زمان كان جاني الورم ده وعندي صاحبي كده دكتور كتب لي الدواء ده اها ما استعملته طوال لقيت كويس بس جيب لي لكن على شرط تجيب لي هو ذاته وكمل لقيته لا 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 كمل لقيته اصلا ما تقول لي بديل اوعى ما يقول لك اسم شركه ثانيه وبديل وما شنو ما بعرف ونفس الحاجه يا هو نفس الدواء لا لا ما نفس الدواء وده ذاته يمكن ما عاليه نعم صرفوا لك لمرض ثاني انت لازم تمشي للدكتور لا لا صرفوا لي انا كان عندك شنو؟ كان يعني ورم كذا وشنو وتنفخ كذا بس طوال دوني لا هو ذاته بعد كم سنه يعني 5 6 سنة كده 5 6 سنة المرة الثانية نفعني عشان كده الكرتون توصل بتودي لها اسمع الكلام قدمت كيف قدمت قدمت والله قدمت لما خلاص بس انت بس انت بس بس امشي الصيدلية قول له ادينا الدواء ده كان قال لي كان اداك له طوالي تشوف الكرتونة دي وشوف الكرتونة دي وتقري دي وتقري دي تقري دي تبقين بق بق سوا طوالي جيبيه لقيت اي اختلاف اي حركة ما تمام قول له مع السلامة امشي خلاص كان كده تمشي الصيدلية الثانية بعدين هاي تعالي اها تعالي ما تمشي الصيدليه واحده اها امشي الصيدليه الاولى كمال قلت لي امشي الثانيه كمال قلت لي امشي الثالثه اركب لك اركب اي حاجه حومي صيدليات كلها ما تخلي ولا صيدليه لحد ما تلقيه شفتي ده بكون ذاته مدته انتهى في السوق ذاته ما في ده؟ آي. لا شفتي ده كان مدته منتهيه جيبيه بيكون كويس مدته منتهيه؟ هاي ده يلحقكم مرطاها في ساعتك لا ما بتجينا اي عوج ان شاء الله انت بس تقول بسم الله وتوكل على الله وامشي شوفي لي خلاص بسم الله هاي الدواء يا اخنا اضيع نفسي يا اخنا اضيع نفسي اضيع نفسي يقوم يدوني دواء الدواء ذاته ما مضمون ما يمكن يدوني دواء ما نافع طيب كان يدوني دواء ما نافع خلاص بروح فيها يقولوا راح عشان اخذ له دواء غلط لا 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 ولا كمان اشيل لي دواء يقوم يجيب لي مرض ثاني غير المرض اللي عندي يبقى لي مرضين لا لا والله ما بتجي انا بس اجيب لي حق الكرتونه ده بس نفسه ذاته ان شاء الله ما تقوم تلقى لها واحد ما بيعرف كمان تلم ملافي صيدلي يكون بياع ساكت جايبينه اخذ له كورس 3 شهور 4 شهور ويبقى صيدلي ان شاء الله ما تلم في زي ان شاء الله تلم ملافي زول قاري صيدله ومتخرج ومتنور وبعرف الدواء كويس الله الزمن ده بقى ما مضمون ما في ضمان والله ضمان كله ما في ولا يديها دواء يكون مدته منتهيه هي ما بتعرف تقرا ما تلقى محل قرايته ولا تلقى محل اللي بيقروا فيها يكون مدسوس ما معروف ولا يكون مزيفنه ولا يكون مزور الدواء المزور ده كمان تمام ما في دواء مزور كمان اخواننا كمان والله اخواننا دي ما حياه الناس اخواننا نسوي شنو نمرق نتعالج برا رايته بس الله يستر ان شاء الله تلقاه يا رب ان شاء الله تلقاه والله انا جاني وهم عديل والله خلي بالك يا رب يكون عندي شنو والله دي مشكلة دي خلي بالك الزولة دي تتأخر الله يحبها مش حصلها مش هفتشها يا ربي يكون ما لقيته لا انا وحاط الله كرايمة ورمات وقالت لي يديك ورمات وقالت لي وشك برضه مورم لا 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 والله خلي بالك انا عندي مرض اوي لكن ما
ما في ضمان، يمكن بمرضين عندي ده امشي يقوم يصير لي مرض ثاني كمان. هذه ما بتجي. يا ربي احصلها. يا ربي ما لقيت لها صيدليه فاتحه ولا شنو؟ هوي. لا كان كذب احصلها. يا اخي انت ما بتسمع الكلام كده مالك يا اخي؟ ما بتسمع الكلام يا اخي؟ مالك بتبلع سايتة بتبلع 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 لما عملت لك كريشه يا اخي؟ هسه وش ما شاحب؟ شاحب شنو شاحب؟ ما باين عليه عيان؟ هسه كيف يعني؟ انت وشك ده من كثرة الادويه بقى ما معروف علاماته ذاته. كيف في كثرة الادويه؟ ما انا البطاقه دي مطلعها على شنو؟ البطاقه دي لكن بتطلعها عشان تقوم تمشي تخلص حقك؟ هاي لكن شنو نقرو شاي؟ انا يا ابراهيم لما امشي للدكتور اقول والله مصدع صداع صداع لما عامل لي وجع فقر هنا ده يا دكتور. وقتها في دبتها لمني دار توريني انا دار توريني انا اضخم لي الالم عشان يديني دواء كثير. ما عارفك ما عارفك بتحب الحبوب والشراب الدواء الشراب والحقن. انت بتاكل مساي؟ كيف باكل مساي؟ والله احتمال الحبوب دي انا شايفك بتعمل بها بليله عديل كده بليله. تسفها تزول يا اخوانا بسفها الحبوب بسفها سف بسفها سف. ما من حقي عياني تولى عيانا يا اخي. ما تمشي للطبيب تمشي للطبيب تقول له يا اخي انا عندي كذا كذا اشكيليو بعد ذاك بيعرف. هاي لكن الطبيب ده بيعرف انا عندي شنو الالم ده ما لازم ادخمه له عشان يديني علاج كثير واتعالج بسرعه. اللهم طولك يا روح يا اخي. يا اخي ما زهقتني يا اخي؟ طلعت روحي يا اخي. مالك يا لفيف؟ التعبت الحسين دي العالجه منو؟ ما عالجتها انا. ما بس اخترعت لك حاجه في راسك وعملت عليها وبقت كويسه وتاني تاني انتكست. انتكست كيف؟ انتكست اصعب من من المره الاولى. انا مشيت للدكتور ما بتاخذي مثلت لي انا عيان ونفس اعراض حق التايه حق التايه اداني العلاج وديته للتايه. عين عين يا لفيف عليك الله اسمعني ما تبوظ اعصابي يا اخي. انا براي من الصباح زهجان. اولا هاي لما تمشي للطبيب ده مرات بيقول لك انت الالم في رجلك تحت وانت عندك صداع. هاي لكن الالم لكن انت طوالي بتقوم تبلع عليها الحبه. الالم اللي في الرجل لا ما بيعمل لي صداع في راسي مرات. ما انت لا ما انت ما بتعرفه. انت ما حاسب الالم اللي في رجلك حاسب الصداع. ها شفتها؟ شفتها؟ اوعى اوعى هنا اوعى هنا اوعى هنا اوعى اوعى على الاقل حاسب اغناقتك عندي مغص ولا ما بشيل الدكتور بتعلم كده عشان يديني دواء كثير وانا اتعالج بيه. هاي الامراض اللي في البطن دي كثيره. الامراض اللي في البطن كثيرة عشان كده اشوفها كثير. ما انت ما تقول مغص وبس ما تقول مغص كرشك دي كرشك دي ما تقول مغص وبس قول ما شاء الله ما ما شاء الله ما شاء الله. لا تسحر علي يعني ترى مش الدكتور بيعالج العيون يا ابن الناس. انا بتكلم معاك عشان كرشك دي ما تديها حاجات فوق لطاقتها. انت المفروض يا بني ادم تمشي للطبيب تعرف في بطنك في شنو. البطن دي فيها كبد والبطن دي فيها معدة البطن دي فيها مصارين البطن دي فيها حاجات كثيرة يا أخي. وهي واحد عنده ألم براو والآلام اللي في البطن بتشابه. أحسن تمشي للطبيب يا أخي عشان يوريك الحاصل شنو بدل ما تمشي أنت للصيدلي براك وتقول له وديني عليك الله نزل لي من الرف داك عليك الله نزل لي التتريسايكلين ده عليك الله نزل لي أيوة أيوة ده اسمه شنو ده جابوه جديد ولا شنو؟ جيبوا لي ده بتاع شنو؟ اديني له يا اخي. مالك يا اخي؟ كم القروشين ده الطبيب ما احسن امشي للصيدلي طوالي. الصيدلي طوالي كيف تمشي للصيدلي طوالي؟ عشان اصرف الدواء بتاعي بالبطاقه بتاعتي دي مجان يا اخي. هي لو ما مهمه يا اخي الناس بتقرا لها خمسة سنه يا اخي. المهنه دي لو ما مهمه الناس بتقرا لها خمسة سنه. الدكتور قال خمسة سنه ولا ستة سنه ده عارف مرضي عارف ما لازم انا اشكله وادخل له الالم بتاعنا عشان يديني علاج كثير. هاي لكن انت كان عندك وجعه هنا طعنه هنا بتمشي تعملها مغص وبتمشي تعملها انا عندي وجع كبد وانا عندي كده وانا عندي كده وانا عندي كده كده. هسه انا ابراهيم مرات بكون شنو نفسي مقفوله غير ثلاث عشات ما باكل اي حاجه بمشي ليه؟ بقول لنفسي مقفوله عشان يديني دواء فيتامين ويديني شراب واتعالج واقدر افتح نفسي. انت لكن ما نفسك دي فاتحه للدواء ما فاتحه للاكل. نفسك دي مفتوحه للدواء وللحبوب والحقن. لا لا ما كذا يا اخي ما كذا كذا ما صح منك يا اخي. بعدك احنا خايفين عليك يا اخي. الدواء ده انا اشتغل عشان اعالج بيه نفسي. الدواء الكثير ده عشان انا اتعالج بسرعه. يا اخي يا اخي يا اخي زوجتك بتشكي منك يا اخي. عندك ثلاثة اكياس حقت حبوب يا اخي. ثلاثة اكياس بتاعت حبوب. هلا كم البطاقة دي بشيلوا من شهر قروش؟ انا اشيل قروشي قايفين ما بالدواء ده؟
هاي بدي لك انت بلا ضر روحك. اضر روحي كيف يا اخي؟ تفهم ما انا يمكن يغلى. عشان كذا انت يعني كلام زوجتك صح، انك انت عامل 3 اكياس الدواء ده عنده مده انتهاء، في مده محدده بينتهي فيها، يعني لما انت تلمه وتخزنه وتجي تبلعه بيعمل فيك عمايل. فاحسن يا ابن الناس، عليك الله، عليك الله، امشي للطبيب وخليه واشكي له مرضك بالضبط، مش تزيد له المرض عشان يديك حبوب كثيره عشان تتعالج سرعه، وانت خدت في راسك انه لما تشيل الحبوب الكثيره يعني الولد بيتعالج سرعه، يعني خلاص انا شنو؟ انا بفهلي وكذا يعني وشفت. عليك عليك الله، ده كلام ده عليك الله، ها؟ عليك الله، وريه وريه. اكبر غلط قال لك العلاج بالمتابعه، هاي بنصيحه الطبيب، ايوه، وبالرشد، صح ولا لا؟ نصيحه الطبيب قال لك والمتابعه والروشيتا، ده كلام واضح. كان جبت اي زول، كان جبت اي زول بيوريك. عليك الله، تعال تعال وريه وريه كل يوم. هذا حقيقه على البطاقه، هسي ده قدرك، ده قدرك في ذمتك، وريه عليك الله. اصغر مني بسنتين، ها؟ ما بلع ساي، ابلع كيف يعني؟ يعني انا ما فاهم، ما بلع ساي، انا ببلع وبتاخذي الادويه بستفيد منها. قال لك استفيد منها وقت شنو؟ وقت الحاجه، ما طوالي يعني. قال له ده اكبر منه 3 مرات. انا ذاته مرات اقعد افكر كذا، اقول يمكن تجيني ملاريا، امشي اضرب علاج الملاريا يكون عندي. اها، شوف زي ده ما بينفع فيه يا عم. ما بينفع فيه ده، انت ما بينفع فيك. يمكن تجيني ملاريا، يمكن تجيني ملاريا، يمكن هاي يعني بتعمل احتياطي. ايوه، وانت قايل العلاج حق الملاريا وغايه مش ها؟ احسن يكون جنبي واعي اللي والله انا شفته كذا ساي ملاريا تطير. انت بتخاف من المرض صح؟ هاي بخاف من المرض. هاي بتخاف من المرض؟ خاف من المرض، هاي خاف منه، لكن ما تقوم تبلع خوفا منه. انت بتبلع انت ولا ببلع انا؟ يا اخي انت ما راجل اختي، واختي شكت لي منك ومن حقي اهديك واتكلم معاك واوريك، والكلام ده غلط اللي بتعمل فيه ده. كان طقيت راسك بالسما، كلامك اللي بتعمل فيه ده غلط. كلام انا غلط؟ هاي يا اخي انا بعمل الفراي. خلاص عليك الله، لما امرض ويجي يشكلك مني ما تزورني. خلاص امشي جيب الكيسين بتاعت حبوبك ديل واسحنهم، خليهم بودره، وكوب معاهم دواء قحه، واعجنهم واعملهم عصيده. والله وكل حس وشك ده لو فيه حبوب كان بلعتها. الحمد لله ما فيه حبوب، الحمد لله ما فيه حبوب. هسه انا عرقتني كيف عليك الله؟ ها؟ عرقتني؟ ما عرقتك انا. كلامك الكثير ده بيعمل لي صداع، والصداع بيجيب لي ملاريا، وترفع السكري، وترفع الضغط، تاني امشي اجيب دواء؟ تاني تمشي تجيب دواء ليش؟ شنو تاني؟ ما عشان الضغط بيجيب لي تعاسه ده. ما يا اخي انت براك بتجيب لنفسك البلاوي يا اخي، بتجيب لنفسك البلاوي. انا عشان ما دايرك تجيب ضغط يا اخي، وعشان ما تعرق يا اخي، بقي زي الزير الجديد يا اخي. تبلع 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 يا اخي، انت ماشي وين يا اخي؟ كيف ماشي وين؟ عليك الله اسحرني حتى انا زمين، شنو الماشي؟ يا ربلع عشان اعمل وقايه للعلاج. خلاص احنا نشوف لك حل. نشوف لك حل، نشوف لك حل يا اخواننا. ها؟ نشوف لك حل؟ اول شيء يسمى اداره الصيدله والسموم. ايوه. الدواء ده في حد ذاته علاج للشخص المحتاج للعلاج ذاته. ايوه. وسم لشخص ما محتاج له. هاي. وعنده مقاسات. وانت الدواء بتشيله وتخزنه، ده محتاج له زول ثاني بيجي صيدلي ما بيلقاه. واذا فات حده؟ بينتهي هو ذاته، فترة بينتهي وانت ما بتنتبه ليها، بتبلعه. بتقلب لضده. بتقلب لضده. شفت شفته خزنته في بيتك وفي زول محتاجه في الصيدليه بيجي ما بلقاه. يعني بيموت بسببك انت. البطاقة دي اخذها سنة كاملة. البطاقة لما تحتاج ليها، لما تحتاج ليها تشيلها تمشي تاخذ علاجك وتجي راجع. ايوه. كمية علاجك الدائرة انت. يا اخي تبغى تحمي ظله انه ما ياخذ مرة. انت ما محتاج له. والزول المريض يمشي يشكي بنفسه، ما تمشي تشكي انت. المرة شكت لي انت دي غلط. هاي. لأنها دي مفروض تجي تشكي براها. ما عندها بطاقة تأمين. ماله؟ أنت أدفع عليها أنت أخوانك أولادك ما أدري جيرانك. ابن العم اسمك منو؟ بنقع العباس. بنقع؟ ده بشخص براو. ده غلط. والله بشخص براو. أنا سكرت 5 سنة وستة سنة دي. ليش؟ أها. ما أي زول ممكن يعمل هنا يبقى صيدلي يبقى دكتور. ده يقروها. عشان شنو؟ عشان أنت ما تتسمم وأنا ما أتسمم وما في زول يجيه حاجة يتعالج المرض. الفيتامين بيسمم كمان؟ بيسمم الفيتامين ده انت بتكون ما محتاج له.
في زول محتاج ما بيلقاه. انت بتشيل بخطه في بيتك بتخزنه. هاي بيجي زول ما بيلقاه. الله يكلاكم ده امشي ويجيني. ما امشي ويجيك، المفروض يثبت في راسك ولا كيف يا اخوانا؟ والله انا خنقك حسي يا خليك تفرفر هنا. والله تخنق تجيب 60 مليون دي. كم؟ 60 مليون. اه عندك 60 مليون في منو؟ في هنا هذا. كويس كويس هاي تمام. كلام يشرح كريشتك دي، كريشتك دي بقيت عامل زي علامة استفهام كبيرة. والله انت كان اشكي دي حرقاك ساير كريشة دي. يا حرقاني في شنو؟ انا ما متناسقة مع الوشاته ولا متناسقة مع الكرعين ولا هنا يا اخي. انا ذكرتني وش كنت ناسي، حابس اجيب لي حبوب عشان اوري مشوار فوق شوية يا اخي. والله انا مشيت والله امشي على كلامك ده، امشي اصرف لي حبوب لي وشي. ثاني ماشي تصرف؟ ما انا وشي يا اخي. يا اخي استهدى بالله يا اخي، تعال يا اخي، تعال يا اخي استهدى بالله يا اخي. ماشي اصرف يا اخي، استهدى بالله تعال. نعم بالله هذا انا ما خليتك في جيتي اصلو، مشيت الصيدليات، الصيدليات دي كلها حيبوب علي. ما خليت الصيدليه ما فتشتها كير عيني، شايف الكتاح حلي وين؟ هاي والشمس اها قال لك شنو؟ بلا ما انقطع اها، وغيرت من جارتي. والله تعالي جاي قال لك شنو؟ قال لك شنو؟ هي مكر عليك كر عليك. قال لك شنو؟ قال لك ما في؟ قال لي ما في، قال لي ما لقيتي، ما لقيتي هنا ذاته الشركه ذاته هناك في الهند. هاي قفلت يا زوله. والله العظيم يا زوله انا مشيت لواحد، لما تلاقي في واحد طبعا مشيت برضه فتشت الصيدليات، قلت له ما جاتكم مره هنا ده شال لها كرتونه كده وكده وكده. قال لي لا ما جاتنا. قال لي انت مالك عندك شنو؟ وبس وقع لك فيني محاضره. اقتنعت ولا ندمت؟ ندمت زادي على سؤالي له. اها اقتنعت ولا ما اقتنعت يا زول؟ قال لي كلام كثير خلاص. قال لي اول حاجه انت تمشي الدكتور، والدكتور يكتب لك روشته، نحن ما بندي دواء بكرتونه. الدكتور قال لي يكتب لك روشته، وبعد ما يكتب لك الروشته قال لي نحن عندنا هنا ده يعني ارشادات لازم تفهمها. اول حاجه تحفظ الدواء في درجه حراره معينه، اذا نقول له خطه في الثلاجه خطه في الثلاجه، خطه في المكيف تخطه في المكيف، تخطه في الحر تخطه في الحر لازم. وبعدين الاطفال اذا عندك في البيت ما يجوا للدواء، وبعدين مدته تكون ما منتهيه، تقراه تقرا الديباجه حقته عشان 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 تعرف. والله ثقفني اداني ثقافه كثيره خلاص، لكن كلامه خشب هنا ومرق بهنا. هاي انا قلت الحمد لله يقتنع نمشي الدكتور هسه، بعد ده مرق بجاي دخل بجاي. لا 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 والله والله قال لي كلام كثير، لكن انا حكيت له قلت له والله بصراحه كذي زمان كان عندنا واحد جارنا قاموا ادوا علاجات، كتبوا له علاجات، العلاجات عملت امراض ثانيه المفروض ما يكتبوا له. قلت له عشان كذا انا بخاف، عشان كذا انا ما ببلع اي دواء الا دواء اجربه اكون متاكد منه. حتى بعد ذاك قال لي لا الكلام ده غلط، ما لازم نمشي الدكتور. قال لي الكلام ده ما صح، قال لي لازم انت تستشير الطبيب، ولازم الزول اللي بتمشي له الصيدلي ده يكون فاهم يديك ارشادات. وبعدين قال لي انتوا ذاتكم الواحد يبدا يبلع الدواء، يبلع الحبوب، يشرب الدواء، اول ما يبقى كويس يقوم يخليه يوقف. باقي الدواء ما بتمه وما بواصل هاي، يقوم ثاني المرض يرجع له. قال لي ده بيجيب ده بيعمل انتكاسه بيعمل مرض ثاني. انا قال لي كلام كثير خلاص هسه ذاتي ماني فارزه كلام كثير كثير شديده خلاص. ها ماشي الدكتور؟ ماشي الدكتور؟ هاي والله ما تمشي انت، انا العيانه ولا انت؟ لا قول له خليها تمشي، قول له زلمه عنده كذا وكذا 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 بالوصف؟ هاي بالوصف. اها ويجيب لك العلاج بالوصف؟ هاي يجيب لي العلاج. لبخه هو العلاج؟ ها لبخه ولا علاج؟ والله قلت له لبخه بتنفعني كذا. استهدى بالله ورحكه. والله رغم كلامه الكثير ده برضه ما مقتنع به كذا. رح لكن اقول لك كلام. اها نمشي نشوفه كذا نزل الناس زي يمكن يدونا راي كويس. هاي نساله قضايا الصحه دي قضايا المفترض المجتمع يراعي لها والمسؤولين يعني. يعني ناسي المواطن بيعاني من مساله شنو؟ الادويه غاليه. يعني تلقى انه في الصيدليات تخش الصيدليه الفلانيه دي تلقى الدواء بسعر مختلف عن الصيدليه الثانيه. فالحكايه دي حقيقه يعني المسؤولين المفترض يراعوا لها، ولانه يعني ظروف الناس بقت صعبه شديد فالاسعار تكون يعني موحده هاي. وغير كده في 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 يعني في الحاجات الناس بياكلوها في البقالات تلقى تاريخ الانتهاء يعني في حته ما ظاهره. يعني حتى واحد كان داير يطلع عليه مفترض شنو؟ يكون في حته ظاهره كده نقدر يشوف يعني. السودان طبعا عنده نقص في ادويه كثير بيحتاج، لانه حالته في مصانع يعني مثلا زي الاردن دي، الاردن دي برضه متطوره في الذات في الادويه، لانه الادويه بتاعهم متطوره
يصنعوا ادويه حديثه على مستوى العالم ومواصفات عالم. نحن ما عندنا ادويه، ما نقص في الادويه كثير، يعني في ماده فتام فشل كلوي سرطانات حاجات دي. يعني انا قبل كده فتت الاردن، الناس دي كل سنه بصنعوا ادويه حديثه بتطوروا. حقيقه الدواء اليوم اصبح عبء على المواطن، يعني لانه احيانا الواحد لو عاوز يشتري دواء يعني لو بالبسيط ما بيجي، يعني فتش صيدليات اكثر من صيدلي عشان يجي الدواء ما بيلقاه، وبعد يعني حتى لو لقاه بيكون السعر بتاعه يعني مرتفع جدا. يعني الحته دي يعني اصغلت كاهل المواطن، من المفترض انه يكون في تساهل في الحته دي للمواطن عشان هو يستطيع انه يحصل على الدواء ده، لانه الحته دي ممكن تؤدي بحياه ناس. يعني لو الواحد لما يفتش الدواء وما يلقاه يمشي اكثر من حته ما يلقاه، وفي النهايه يلف يدور يرجع للادويه البلديه، وممكن الحته دي تضره اكثر. فتران النهار كله والليل ما نمت، جسمي واجعني ومكسر وذاته ما عارف الحاصل ليش. ما بتاكلي يا اخي؟ ما بتاكلي فتران؟ وشوف عكرهوني وعذبوني. عذبوك لاني نير 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 نير. هاي انت لانك بتلدي كل سنه قبل ما ده يشبع في رضاعته، انت بتلدي ده، يعني بتكوني ظلمتي ده، صراحه بتكوني ظلمتي ده. ده يعني المفروض سنتين يربع، اول ما خلاص داك يا خلاص توقفي ده. الله اكبر عليك، انجهني انجهني في ولادك. انجه لك شنو؟ خليك الله يا اخي يا اخي اوعي يا اخي، افهمي الحاجه دي، انه ده لازم يكتفي. يكتفي بشنو؟ برضاعه. ما رضعته ست شهور. اه عم بتقول لك كيف ست شهور؟ لا عليك الله. اها سوي له شنو ثاني؟ قالوا لك سنتين يا بنت الناس، ست شهور. اها والجديد ده اوديه وين؟ ما انت ليه جايبه الجديد ده ذاته عشان نقصي ده؟ ما ادري يعني اقعد ساعة. هاي ده ذاته قاعده تظلمي، حتى الجديد ده ذاته قاعده تظلمي. ماله ظلمته في شنو هسه؟ ها؟ ظلمته في شنو؟ ما تاكلي له في اللغاويس. ده ما وهم، ده وهم وهم وهم. والله انت كان ضغطه بتعرفه كان وهم ولا وهم؟ احنا بنعرف، ما بنقرا بنكتب بنشوف، والمفروض الواحده فيه كان تستغف، يعني الثقافه دي عاديه، ثقافه عشان تحافظ على اولادك والولاده كمان، والحمد لله ثقافه. ايوه داري لها ثقافه. ما من زمان فنجط 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 من فنجط، الحصل شنو؟ العلم ما متطور، العلم متطور، وكل ما مره يكتشفوا حاجه، الحاجه اللي بتضر البني ادم ده عشان كده 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 كده، وبيقولوها للناس، الناس تطبقها بس. وانت هسه قدامي ده امك ما خدتاك انت عوالداكم كده، مالكم ما ترى شديد وسمين وامين، اجاك شنو؟ شديد وسمين وامين؟ اي اجاك شنو؟ ما هسي الان انا شديد وامين. اها لكن ما في حاجات فاتت وانا بقيت منها كويس، يعني عشان ما تحصل له، عشان ما تحط سير حياته. ايوه سير حياته شنو هو يا داب وبحبه؟ سير حياته شنو كمان؟ جابت لها من هسي سير حياته أيوة. وافتكر واعتقد هو يا راجل هو بل دي ولادتي كده، ان شاء الله كان 6 كان 7 كان 9 كان 10، شي واحد كده بجيني ما في. هسه يوم ذاك ما قال لك انت ما تدي اي حاجه ياكلها الا بعد 6 شهور. أدي بس لبن الام ده، أدي بس ارضعه كده ساعه. اي وانا ولدي ما بخليه، وانا ولدي ما بخليه يموت بالجوع، وانا ولدي باكل العيش، وانا ولدي باكل الفاصوليا، وانا يا اخي دي عاطفة ممكن تضيع لها زول يا اخي. لازم اكله كده يحشي كده يبقى سمين ومبغبغ كله ومنفوخ. ليه؟ اكله العيش والكسره وعاد ادي لك مديت الدخن دي ولح صورك ملح الشرموط من 4 شهور. عشان قولك ما جاء اي شيء تلحسوك والله تلقى المري سكلوك ليه؟ رايت انا الا اجيب لك كمبيوتر وادخله لك في راسك ده يا ساره. الا اجيب لك كمبيوتر ادخله لك في راسك ده احفظك الكلام اللي بيقوله الدكتور. والله كلام حبوباتنا ده سمح، وشي واحد كده جانا ما في. وهسه ولدك ده يعيا يوم يومين كده نمسحه بالزيت والقرض ما بتجيش يبقى كويس. كمان والثاني ده هسه فضل شهر بفطمه وقبل ليه درب ولادتي. يعني كمان بعد الحاصل له ده كله دار تطبغيه بقرض. اسوي له شنو عاد؟ ما بجي ويشي. يعني يكون عباره عن سعن.
والثاني ذاته داير فطمه اها شنقولك الثاني الصغير داير فطمه هاي داير لا لا دي بالغتي فيها اها شنقولك دي بالغتي فيها داير اكله انت ما بتسمعي كلام مالك كلام مين عنه كلام التلفزيون والجرايد يا اخي كلام التلفزيون وكلام الجرايد يا اخي دي سغافه يا اخي عشان تحافظي على الانسان ده يا اخي عشان تحافظي على البني ادم ده حافظي عليه يا اخي سويت ليش انه محافظ عليه سويت ليش انه ما متبعه ما متبعه السلوك الممكن يخليه يبقى سليم ما متبعه انت ما شغاله بالفكره دي شغاله عنده شنو ارجوك رجاء خاص يا ساره يا اخي وقف الولاده دي حبه لحد ما ده يشبح فيه رضاعته وبعد 6 شهور يا اخي حتى بعدك تبدي تاكليه في الحاجات الثانيه وتسقيه مويه زي ما قال الطبيب لا لا انا اكله مين هسه دي عشان يستعد انه يعرف بيفطمه بدري عشان افكر في اخوه جاي ولا اخته صغيره وجهله والله قلدي انا كان المره دي اعمل معاك والله بلدي ولادتي قدرت اسوي سوي ها بلدي ولادتي عليك الله المره دي عليك الله عليك الله تعال وريها عليك الله وريها لك والله طبعا يا اختي ايه يعني الثقافه والتطور والتمدن يعني ما زي زمان ما زي حبوباتك زي ما قلتي انت زمان انه تلدي وهنا ال- 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 الولاده دي الطفل لما يتم سنتين رضاعه يعني صحيح. انت لما ترضعيه عامين كاملين الطفل ده بيقوم عظامه كويسه وجسمه كويس ونموه كويس وداكله كويس بعد كده بعد السنتين لو عايز تفكر انك تجيب لك واحد تاني ممكن لانه ده بكون بصحه تمام وحاجه جميله يعني ايوه والله ظني فيك اصلا ما خاب الحمد لله الحمد لله ذلك فضل من الله يعني العلم ده نحن ما خلى لنا حاجه يا اخواننا والتطور نحن ماشيين في تطور ماشيين في تقدم لقدام يعني يعني الواحد تكون حافظه على اطفالها تحافظ على نفسها ما جاء حاجة هي ذات ما تضر نفسها بعدين ثم تاني الطفل الجديد ده اللي بتحمل بيه ده ما بكون شنو بيكون عرضة لده لأنه بضر ده لو رضعته اللبن بتاعه هو الجدي المارك برده لو رضعته اللبن بضره اللبن ده بضره بضر الطفل الجديد أيوة صح والطفل القديم بيكون ما عنده نمو أيوة. لأنه هي ادته اللبن بتاع ده قام ادته لهداك أيوة ان شاء الله تفهم الكلام ده ان شاء الله ان شاء الله يا بنت نتمنى ربنا يهديك يا اخي عايز الراجل بحنس فيك أيوة يقول لك ان شاء الله ربنا يهديك وربنا يفهمك ان شاء الله يا رب انا ذاتي بتمنى يا اخي حتى الاكل ده يا اخي الاكل ده الاكل ده معلش احنا دخلناك في مشاكلنا الشخصيه وكذا لكن معلش يعني برضو اتحملنا شويه يعني اخوان احنا اخوان هاي يا اخي الاكل ده الاكل ده ما تعرف ترتب ليهم الاكل كويس يعني الخضار ده المفروض تغسله صح؟ ده ظلومه ده والله ظلومه هاي هاي والله كتر خيرك وبارك الله فيك كتر خيرك وبارك الله فيك ابراهيم هاي الا قول خايف من خروف السماء يا ساكت يا اخي خليك الله امشي كده فرقه اجاب ليش شو الناس الكثيره الملمومه دي في شنو؟ تمام انتخابات انتخابات حقات انتخابات الكوره الحمد لله انت قاعد وين ليش ندى انت برا الشبكه كله عندك زهايمر ولا شنو والله شفت الناس كده مريون شايف الكوره والاتحاد العام الاتحاد شنو كوره شنو يا اخي انتخابات حقات البلد السياسه الحكومه الدوله لا لا الماده دي انا ما شايلها كيف ما شايلها يعني استفيد شنو كيف تستفيد شنو حتى لو ما مستفيد برضو لازم تشارك لازم يكون عندك حق لازم تصوت لا كده تقول ما داير تجيب الزول الدايره والله نحن جانا واحد قبل كده فوتنا من الحله بتاعتنا دي هاي. وعدنا اخواننا اول شيء والله ده تلفونك تبع لكم كتبنا تلفون هاي. اول شارع حعمل لكم كوبري صفقنا هاي. شارع ظلق صفقنا هاي. واعمل لكم مدرسه ان شاء الله هاي. والله وحدك انت قاعد بهنا قفل تلفونه بهنا دي ما شفناه منه عشان هذا تكون غيره والله شوش يكون غيره والله سلام ما يسلم علينا فوق الشارع لا لكن والله ده عمله فيكم طيب انت بس عشان خاطر ده تقوم الباقيين ده كلهم تمسحهم بايستيكا والله البيجي والبيمشي كله عندي واحد ما خساك ما خساني يعني هقول فوزته بديني شنو لا كيف بدك شنو ما الخير يجي للبلد يعني تكون شاركته حق المشاركه ده هاي, هاي هو صح ممكن انت ما تستفيد اي حاجه تجيك مباشره كده مباشره كده في لحظتها لكن بتكون ارضيت ضميرك على الاقل يا اخي والله يا ولد ما تدي انت اصلا ما عجبنك ما عجب ما تديهم
قول ده ما بدي صليب، ده ما بدي صليب، خلاص المهم تكون انت عبرتها، تكون مشيت انت اصل عبر، قول كلمتك، قول كلامك، انت ما عندك فرصه ما تستغلها. والله بستغلها انت صحيح الوضع. والله كلامي ده بس بقوله فوق البيت بنفذوا الاولاد. طيب انت ما تخش ذاتك، انت كنت ما مقتنع ذاتك خش انت قول لنا يا اخواننا انتخبوا لنا عشان اعمل لكم اسوي لكم. لكن ما عملتها عشان كافي البلاء، لا تجدع، لا تجيب الحجار، لا تخلي الناس يعبروا. شنو جدعت قبل كده؟ ما لقيت منه اي حاجه، بس وعود وعود. لا وعود وما نفذ ذلك، معناها خلاص الدنيا خربت، معناها خلاص الباقين ده كلهم كعبين يا اخي. والله يمكن يكون واحد كذا ربنا يسوي الخير على يد يا اخي. والله بعدي بشغل البيشو البيجي زي ما قلت لك. شوف 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 انا اقول لك كلام، انت لازم شنو؟ انا والله الكلام ده بقوله ساي بس من ضميري بس لوجه الله. انت تمشي تسجل عشان يكون صوتك موجود وتكلم الشباب كلهم، الشباب ده بالتحديد لانه هم اللي حيعيشوا، هم الناس الكبار ديل ما خلاص بيبقوا كبار، لكن الشباب ديل اللي عليهم الرق تمشي تكلمهم كلهم، فهمت؟ بس انا الشباب كلهم بكلمهم وفهمهم اقول لهم يا اخواننا حقكم ما نحن والله العظيم لانه قاعدين نفرط في حقوقنا، عشان كده ضايع ساكت. الزول حقه ما يخلي يمشي يسجل ويكتب اسمه ويمشي الانتخابات عشان انت زول دايره بمزاجه. والله ما في زول جابرك، ما في زول شايل لك عكاز. قربت تقنعني؟ لا دي ما ثقافه، حتى نحن ذاته الثقافه دي كم ما جابت نتيجتها هسه يمكن تجيبها لقدام، على الاقل نربي اولادنا ونربي شبابنا ونربي اطفالنا على انه يمشوا الانتخابات عشان يتعلموا الديمقراطيه ويتعلموا الانتخاب. ثقافه زي دي هزال ما يقعد بطريقتهم يا اخي. انا والله بس علي برقبتي، وانا والله مالي ومال الانتخابات، وانا مالي ومال داك، وانا مالي ومال داك، وانا مالي ومال الحله، وانا مالي ومال الناس، وانا لا كذا ما بكون زول قاعد براو، كذا ما بكون متفاعل مع المجتمع، ما بكون دي ما حياه. بكون زول عايش ساي ذاتي بعد وقت. انا ما شغال هاي شغال بس الحياه كلها قال لك شغل يا اخي، ما في حاجات ثانيه لازم تخوض رايك فيها عشان بتنفع الناس. عسى ولعل يا اخي صوتك ده يمشي في حته ربنا ينفعنا بها يا اخي، ما معروف الزول يعمل اللي عليه والباقي خليه على الله. انت ما تقول لانه بيحصل كده ولانه في غش ولانه الزول ده غشانه ما عمل لنا كده معناه خلاص انا ما اعمل اي حاجه ايجابيه. ربع ايدي وكاني بتفرج. شوف انا والله في كلمه كده ما قاعد اريدها، جني وجني الزول بيقول لي وروني العدو وقعدوا فراجه. نقعد فراجه كيف؟ نحن ذات ما ورونا العدو كله انا مش سوا، ليه يقعد فراجه؟ ما في كلام زي ده يا اخي، اقعد حاجه تقعد فراجه، تقعد بس تربع ايديك. وشو والناس يشتغلوا ويسووا الحاجات للحياه وللمجتمع وللحاجات وانت قاعد مربع ايديك؟ لا تجدع لا تجيب الحجار. والله جربتهم قبل كده. لا 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 من دربك ده، لا عين من دربك ده، عمل اللي الله ساي انت، عمل اللي الله انت، ما لي زول اصلا، ما لي زول توري اولادك والشباب معاك اللي بتعرفهم وناس العمل وناس المكتب وناس الحله، وين زول بتعرفه صحبانك من الشباب والاطفال والناس الكبار كلهم توعيهم، لان انت زول واعي يا اخي، زول متعلم يا اخي، على الاقل نستفيد من ثقافتك، نستفيد من تعليمك ده يا اخي. تقول لهم لازم تمشوا تكتبوا اسمكم وترشحوا وتصوتوا، وبعدين يا اخي صوتوا زول الدايرين يا زول على حسب مزاجه بطريقته، ما تتدخل في زول انت ولا تقول له زول انت ادي ده ولا ما تدي ده، نحن دي ما دخلنا فيها. انت بس تقول له شوف الزول اللي انت مقتنع به اديه، بس دي خطوه ايجابيه على الاقل. على الاقل اذا ما ظهرت نتائج هسه بتعلمنا لقدام يا اخي، الزول يكون عنده حق يمشي يمارسه يا اخي، ما يضيع حقه ولا كلامي ده كيف؟ والله كلامك مقنع. والله انت في حاجات كثيره غلطان فيها، نصيحه لله. كيف الغلطان؟ ما الانتخابات بس. أه. انت والله ما جايب خبر اي حاجه يا اخي. اول حاجه الحاجات اللي بتحصل في الحله دي كلها انت ما قاعد تجي تواسي فيها. الحله هذا صباح باجي بالليل. يا اخي هذا ما كلام ده. كان في بكاء انت ما بتجيو. كان في عقد انت ما بتجيو، كان في عرس انت يا اخي تعيش براك انت اصله قاعد في برج عادي الناس ما يلاقوك ولا كيف يعني؟ ناس البيت بيقولوا بالواجب. هاي لكن ناس البيت بيقولوا الواجب، انت ده ما تسهر، دي نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه يا اخي انت اكلك في تلتله، انا متابعك. انت بتاكل؟ كيف ما باكل؟ يا اخي في زول بيقعد براكل؟ ما باكل وجبه واحده، عدس بس شفت الفته بتاعت عدس. اه حتى الفته بتاعت عدس، تقعدك اليوم كله؟ اي ماله؟ اها انت زول متعلم. يا اخي انت المفروض توري الناس يتغذوا كيف؟ نحن عندنا مشكلة كبيرة خلاص في الثقافة الغذائية دي. يا ذو الله الثقافة الغذائية. والله نحدثك أنا، والله نحدثك أنا، والله أنت ما عندك أي ثقافة غذائية. والله أنت كان عندك ثقافة غذائية ما بتقول لي أنا باكل وجبة واحدة وتبقى عليها اليوم كله. أحب شفت يا أخي أنت ما بتشربها، موية ما بتشربها يا أخي، مش أشرب موية يا أخي، أشرب يا أخي. يا أخي اديني فرصة معاك. أشرب يا أخي، أنا ما شايفك.
اشرب يا اخي المويه دي قالوا كله نص ساعه المفروض تشرب مويه عشان ما يجيك كلى عشان ما يجيك مرض عشان ما يجيك اشربها بعد ما اكل تجيك املاح يا اخي والله يفتاكل الساعه 1 الصحن ده ملفته بتاع عدد واشرب لك جق بتاع مويه هلا ده اكبر غلط وبعدين بشرب المويه المفروض سرسار شويه كله راس ساعه ولا نص ساعه تشرب لك حبه كله طوال اليوم كله تكون انت قاعد تشرب اليوم كله تكون قاعد تشرب ده شنو ده الانتخابات جات ولا ده شنو والله العظيم وبعدين الاولاد لازم يتعلموا على كذا اصبح جبت الشافي شيل السندوتش بتاع طعميه ويقعد عليه اليوم كله لحد ما يا اخي شوف قتلته وكتله بالطعميه يا اخي ما ممكن كل يوم طعميه يا اخي ما ممكن كل يوم طعميه يا اخي كل يا اخي غير يا اخي بدل يا اخي يوم طعميه يوم يا اخي جبنه يوم طحنيه يوم مربى يا اخي غير لون يا اخي يوم بيض غير لون يا اخي ما ممكن يا اخي طعميه جابت انت لون يا ابوسه يا اخي كرهته يا اخي ما ممكن يا اخي شنو يا اخي انت قال الحياه دي كلها فيل والله يفتى زي ما قلت لك الصحن بتاع العدد ذاكله وراه كوبايه بتاعت قهوه ومن عليه سيجاره والله شوف برز جارك الكبير اهنا جيك انت الشيشه والقهوه والسيجار ده كله من عندنا لازم يا اخي ده انت بتحترمن وبتغدرن اكثر من الاكل يا اخي والله متمني اجي القاك قاعد مع اولادك وشوف فعك ومرتك وخاتينا الصينيه وعندكم فيها سلطه بيجاي وعندكم فيها عجور طماطم دي الخضار ده البنجر الحاجات البسيطه دي الخضارات دي ما تجيبها يا اخي البصل الحاجات دي ما كلها مهمه للجسم يا اخي دي لغابيس ساي لغابيس شنو يا اخي يا اخي ده زول وجهكم منور بالخضار ده الخضار ده منور الزول بيفتح الزول انا زي ما مو فاهمين ساكت وحد اسم الله طالب بحليفه والله العظيم ساعه اضرب لك الصحن بتاع الفته ده واشرب لك كوبايه القهوه ولا على السياره واخذ لك رجلي ثاني ما ذكر لك الا ثاني اه غلط ده بتعرفه بعدين ده لانه ما عندك اي غذاء هسه بعد شويه حتصل لك حاجه في جسمك بعد شويه حصل لك نخير بعد شويه حيصل لك ما عارف بهق بعد شويه حتصل لك شنو لانه في عندك فيتامينات حاجات غذاءات كثيره ناقصه يا اخي المويه ما بتشربها يا اخي خضار ما بتجيبه تاكله يا اخي معقول يا اخي معقول يوم انت تاكل عدس صنف واحد اولادك ياكلوا طعميه عليك الله انت هسه انت وكنت اكلت لك خضار كده ما حسيت براحه والله حسيت براحه لا قلت اقول لك الجزر ارنب انا يا اخي ماله اي حاجه ما خضار ما الخضار ده متنوع اي حاجه تاكلها ما في مشكله لكن والله اللي قلت ثقافتك ما شاء الله ايوه والله انت خريج لازم شوف المويه مهمه ولا الخضارات مهمه والفواكه مهمه بعدين ما بالضروره تجيب تقول لي ما عندي قروش حبه 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 بس ان شئت من دي لقمه عملت التنويع ده خلاص في جبنه في طحنيه في مربى في عدس في شعيريه في كده لكن احنا نجيب الرغيف ونجيب الشعيريه ونجيب المكرونه ونجيب البطاطس ده كله نشويات ما في تنويع كده لا لازم يكون في تنويع في خضروات في سكريات في نشويات استاذ ما بعوضونا الجمعة شفت الوجبه دي يوم الجمعة كل الاصناف ده فوق الصينيه وجبه واحده لا عين اكله واحده كده ما بتنفع لكن لازم يكون كم وجبه ما في حاجه اسمها مثلا تاكل الصباح وتقيل لحد نهايه لا الكلام ده كده ما بيجي والله انت مقنع هاي انا من دربي ده ابدا اشتري لي سلطه اشتري لي فواكه بس بالضبط كده يديك العافيه انت يا دارك كده مشيت في الخط المستقيم هاي الله وعليك الله وصل الناس والله بواصله هاي عليك الله وانفعل بالحاجات اللي حولك ما تبقى جامد كده يا اخي امره غرق. الله بينفعل رحم الله الله يبارك فيك هاي. يا أخي دي مرة توكلي أولادك وش الملاح يا أخي وش الملاح يا سارة حلا حلو حالك عن ضغطه يا أخي كله دهون يا أخي دهين كل دهون يا أخي بس زيت كري حبة زيت وشحنة شحمتين بس أنت زادك والله ما معتنية بهم الواحد بس بتلتخي لي حاجة المهم الحاجة سهلة الحاجة سريعة عشان ماشي وين ماشي الواتساب مش كده سريعة شنو بأكلهم لك البيتزا البيتزا شنو يا اخي البيتزا شنو يا اخي البيتزا شنو قاعدين في الكمبيوتر دي باردم ليه ملك الدره دمي وامشي بخليهم ثاني عندهم شنو يا اخي وعيه يا اخي قول له اتحرك يا اخي النت اي قاعد فيه 24 ساعه ده وتاكل وقاعد تاكل وقاعد يا اخي بضرك يا اخي وبضرنا احنا الاثنين بتفقديه ولا نقدر تفقديه بفقد وقاعد في الضل وفي النت ولا حايم لي برا في الشارع في السخانة احسن لي يقعد هنا قبل في الكرسي ده كان جيتو اسمكرهم كدي اسمكرهم وبنتك دي مسميناها كده دارت توديها وين انت الله اكبر عليك الله اكبر عليك انجها شنو يا اخي انجها بتكتليها شيلي تردمي فيها يا اخي مديد الدخن وموس وشربات ولحوم ودهون كويس وكم مد عشيتي ما تنومي هاي اكله يا اخي حرام عليك اللي بتعملي فيه ده والله
والله حرام عليك اللي بتعملي فيه وفي اولادك ده. الصحة ما عافية، البيت سمينة وأمينة. أنجهن، الله أكبر عليك، عينك حارة حسة تسقطن لي تخط لي في الواطة. أنت عارفة يا سارة أكبر خطأ أنا ارتكبته شنو؟ أها إني زوجتك أنت. وبعلي وبعلي وبعلي. ده تعرس فيني يعني؟ يا ريت. وبتقول في وشي؟ أنا لو ما ولادي أها كان بعملك. لو ما ولادي كان بعملك. كدي بس أعمل. كويس؟ وكم ما انتبهتي؟ أها لو ما انتبهت يا سارة من شنو؟ لو ما انتبهت لأولادك أها وعينتي لهم كويس أجوع لك؟ أنا عندي معك كلام تاني. خلاص أجوع لك فت مرة. أها بتعريس؟ أنت يا كذا يا كذا يعني؟ أها سوي لك شنو؟ السغف يا أخ. السغف؟ السغف يا أخ. السغف خلي عندك وين؟ عندك سغافة غذائية. من وين أجيبك؟ هاي أسم أكلان في أمانة الله مشربان. قلت أن جوع أن جوع لك يا أخوي بدل السخاء السخافة أها أعمل لك سخافة. كان كذب جوع لك. يعني بعض الناس بيقولوا الانتخابات دي بيحصل فيها تزوير وما بيحصل فيها تزوير. نعم الكلام ده ما صح يا جماعة. عشان كده نحن بنقول لكم أي واحد يمشي صندوق الاقتراع هو واثق من نفسه وواثق من قراره اللي حياخده هيمشي مجاله الصحيح. نعم ما حيحصل فيها تزوير ولا كده ولا اي شيء حاجه. الناس بيقولوا انه يعني الممثلين بتاعهم في الاحياء ولا مستوى القرى يعني ما بيقيفوا من بعد الانتخابات هيقفلوا موبايلهم. نعم. انا بقول الانتخابات الجايه المفترض الناس تشارك لانه حق دستوري انت كمواطن لازم تشارك. نعم. الممثل في المنطقه او في الهي مفترض هو كمان على يعني على الاقل يقيف مع الشباب يعني. الانتخابات يعني حق الناس يعني يعطوا الغوي الامين. بعدين الانسان اللي بيعطوه حقه يكون صادق لانه في وعود كاذبه. نعم يعني الناس بعد الواحد ما يديك الوعود واحنا نعمل ونعمل ونعمل يجي بعد ما يترشح خلاص ويفوز يعني والله الناس ما بشوفه نهائي ما بشوفه. انا يعني بشوف انه الناس لازم تنزل وتدي اصواتها للانتخابات دي ولازم انت صوتك ده لانه امانه بانه هو بيقدمك وهو بيقدم البلد فانت لازم انت يعني تنزل وتدي صوتك للانتخابات. نعم. وتختار الغوي الامين. Bye.